في الأيام اللي فاتت سمعنا عن أول حفل مصري في قصر نفرتيتي بالعالم الافتراضي الميتافيرس، وده كان باللغة المصرية القديمة للسوبرانو أميرة سليم وعازفة الهارب الفنانة منى واصف. آلة الهارب أول آلة وترية عند قدماء المصريين، وكان ليها طبعا دور رئيسي في العزف عليها في كتير من نواحي الحياة قديما. احنا معانا عبر الهاتف عازفة الهارب الفنانة منى واصف. صباح الخير عليكي، أهلا وسهلا. صباح الخير، اهلا وسهلا بكم. طبعا احنا العالم كله قعد فتره طويله جدا يتكلم عن انشوده الحب، وقعد يقول قد ايه مختلفه، وقعد يتكلم عن انها كان لها تاثير كبير. لو تقولي لنا بقى الانشوده كلها قائمه على ايه، وتكلمينا عنها اكتر. طيب، اولا هي اغنيه حب اسمها مروت اك، هي بالفعل مكتوبة على بردية من البرديات القديمة، وهي مكتوبة لسيدة بتعبر عن حبها ومشاعر العشق اللي قلبها بيحس بيه تجاه حبيبها. اللي حصل انه أميرة سليم السوبرانو، أميرة سليم صاحبتي، كلمتني قالت لي ان في أغنية اسمها مروت أك، وانه انا حابه ان احنا نقدمها سوا، وان من خلالها نحيي طبعا اللغه المصريه القديمه، وتتقدم بآله الهارب، بان آله الهارب تعتبر اول آله وتريه لدى القدماء المصريين. والحقيقه انا طبعا تحمست جدا للفكره بتاعتها، واللي حمسني كمان الطريقه اللي هي صاغت بيها غناء الكلمات الاغنيه نفسها، لان هي صاغتها بطريقه يعني غايه في الروعه. فقلت لها طيب يلا بينا جدا، لانه انت لما بتقدمي حاجه زي كده فبتعيدي احياء اللغه من أيوة. خلال حاجه بالفعل كانت موجوده مكتوبه في احدى البرديات القديمه، أيوة. وبتتقدم بآلة الهارب، ف يعني بتعملي زي سبوت تاني للهويه المصريه من خلال مفهوم. اللغه ومن خلال الهارب. طب ليه اخترتوا الغناء باللغه المصريه القديمه؟ يعني ما خفتوش ان ده ممكن يبقى حاجز بينكم وبين الناس ما تفهمش؟ يعني انا عارف ان كان في تاثير كبير جدا في حفل المومياوات، ولغايه دلوقتي الاغنيه اللي يمكن العالم كله يعني مفتون بيها، ولكن ان انا يعني ما هو في افلام عن الفراعنه باللغه الانجليزيه، صح ولا انا غلطان؟ صحيح. والله بص، يعني انت لما تقدر تسمع يعني تشوف الصدى اللي اتعمل لما أميرة سليم قدمت الجزء الغنائي بتاعها في حفل مومياوات السنه اللي فاتت، وقد ايه الناس تفاعلت معاه، على الرغم ان هم يعني ما حدش عارف الطريقه اللي يعني بتتنطق بيها الكلمات، لان هي مختلفه خالص عن الطريقه اللي احنا بنتكلم بيها. صحيح. ولكن هي يعني اخذت صدى كبير جدا، والناس حبت بيها جدا، يعني حبيتها جدا. ليه لا ان احنا يعني نعيد تاني، نعرف الشعب المصري اللغه المصريه عامله ازاي، وطريقه النطق بتاعتها عامله ازاي. وبعدين هي كمان لما جت قدمت الاغنيه اهتمت ان هي على السوشيال ميديا تكتب المعنى الحرفي لكل جمله بتتقال في الاغنيه، فبالتالي اللي قاعد بيسمع هو فهم المضمون، ولكن بيستمتع بيه من خلال لغه ثانيه غير اللغه الدارجه اللي احنا بنتكلم بيها. فبالعكس انا شايفه انها فكره جميله جدا يعني. أكيد. طيب يعني هل يمكن عشان هي حاجة مش دارجة وهي حاجة مش متعودين عليها، ده ممكن يكون ساعد في انتشارها مع الإحساس العالي في تقديمها، سواء بقى من خلال الطريقة اللي اتقدمت بيها أو من خلال الهارب، ده ممكن يكون ساعد إنها تبقى ظاهرة بشكل مختلف؟ آه طبعا، هو اختلاف اللغة في حد ذاته إنه احنا كلنا مصريين، ولكن ما حدش مننا بيستخدم اللغه دي. يعني العلاقه ما بيننا ما بين القدماء المصريين عفوا مرتبطه بزياره المتاحف، ومرتبطه بالاماكن الاثريه، لكن انت بقى تسمعي ده لايف، يعني اللغه اللي انت شايفاها موجوده على جداريات دي تقدري انك تسمعيها لايف، وتسمعي المخارج الالفاظ بتاعتها عامله ازاي.
فإنه ده يعاد تاني إحياؤه، وإنه ما يبقاش مجرد إنه كلمات مدونة على جيتاريات أو في برديات، لأ إنه يتقدم بشكل فني في أغنية، ده في حد ذاته شيء جميل جدا يعني. أكيد. إزاي طيب قدرتي توظفي آلة الهارب في تقديم هذا المحتوى الموسيقي؟ معروف إن هي آلة الهارب طبعا آلة فرعونية وكانت بتستخدم قديما، وظفناها إزاي في هذه الأنشودة القديمة؟ بص، هو آلة الهارب عفوا معلش عادي برد سلامتك. آلة الهارب يعني بطبيعتها لما الحد يعني أي حد بيسمعها بيحس إن هي آلة حليمة جدا. فاللي حصل انه انا سمعت يعني هي بعتت لي مقطع كانت مسجلاه للاغنيه وتصورها للحن، ازاي انه يعني ازاي الكلمات تتأدى ازاي مع الهارب، لانه الهارب هنا كان بيعزف عمل مشهور قوي لسباسيان باخ وهو بريليود. فهي الفكرة ازاي انك انت تعمل مزج ما بين الطريقة اللي أميرة صاغت بيها الكلمات أداء الكلمات مع العمل دوت بآلة الهارب. الحقيقة ان انا يعني لا اقدر اقوله لك ان انا تخيلت نفسي جوه متحف او ان انا جوه معبد بالفعل، وتخيلت الأجواء اللي كانت موجودة وقتها، لأنه آلة الهارب لدى القدماء المصريين ما كانتش آلة مقتصرة بس على الاحتفالات، هي كانت آلة بتستخدم في كتير من مناحي الحياة، في الصلوات وفي يعني وقت الفرح والسمر، وحتى في ما بين الزوج وزوجته كان ممكن الزوجه تقوم وتعزف في هارب. يعني الفكره نفسها ان آلة الهارب كانت عنصر اساسي قديما يعني. فالواحد يعني تخيل الاجواء دي كلها ومن خلالها يعني عاش الفكره فعلا. فده ودي كانت النتيجة اللي حضرتك سمعها. طب خلينا نسمعها مع بعض كده ونرجع تاني نكمل كلامنا أنا وإنتي. خلينا معا منى واصف عزفة الهارب. خلينا نقول إن قبل ما نسمع جزء من أغنية كده كنت بتقولي أنا تخيلت نفسي موجودة في معبد بالفعل وأنا بعزف على الهارب. متخيلة إن الفترة اللي جاية ممكن بقى حفلات في الأقصر وحفلات في أسوان وحفلات في الأماكن السياحية الفرعونية القديمة فعلا يتم فيها وجود آلات بقى الهارب ويتم فيها وجود حفلات خاصة بالغنى بالشكل القديم ده؟ يعني أتوقع أنه يبدأ يزيد. يعني هو بالفعل الهارب يعني أنا بعمل حفلات يعني في الأقصر وفي جوه المعابد فعليا، ولكن أتوقع أنه يزيد أن الحفلات تتقدم باللغة المصرية القديمة سواء مع آلة الهارب أو يعني بأوركسترا كامل يعني. فبالتالي أنت يعني بتعرفي المستمع بقى أنه يحس أكتر بقد إيه أن الحضارة بتاعتنا حضارة ثرية جدا، وأنه يشعر بيها من خلال الموسيقى، من ما يكتفيش بس بأنه بيزور المكان ويسمع القصص بتاعته، لا بالعكس انه يبدا يتخيل نفسه كانه فعلا عايش في المكان ده من خلال الاعمال اللي احنا بنقدمها. صحيح. اكيد استمتعنا بيها وان شاء الله نتابع لكم مزيد من الاحفالات في الفتره القادمه. كل الشكر ليكي عازفه الهارب الفنانه منى واصف. اهلا وسهلا بيكي.